اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج ليالي الصيف. اكيد طبعا موضوعاتنا متنوعه وكل يوم نحاول نطرح موضوع ان شاء الله انه هو طبعا يكون موضوع مفيد وموضوع فيه الكثير من الجوانب اللي ممكن نتناولها بابعاد مختلفه. مساك الله بالخير. مساء النور القيه، مساء النور على جميع مشاهدينا. اليوم حلقتنا عن السياحه، ايضا راح نتكلم عن يعني القطاع الفندقي وش قد مهم في مملكتنا البحرين، بما أن البحرين قاعدة تشتهر وتزدهر في السياحة، فالقطاع الفندقي وايد مهم في تطور هاي الشيء وعجلة الاقتصاد تمشي. أكيد، ولاحظنا يمكن في الآونة الأخيرة أن بالذات يمكن قطاع السياحة والفنادق والمطاعم بشكل عام، قطاع يعني الضيافة والفنادق حقق نجاحات كثيرة، ويعني البحرين حققت فيها مراتب متقدمة جدا حتى يعني على الصعيد العالمي. فبالعكس يعني هذه جانب لابد نحن نتكلم عنه، لأن اليوم صار قطاع السياحة من القطاعات التي لا يستهان فيها في تنويع مصادر الدخل بالنسبة لمملكة البحرين. ومثل ما قال يعني حمد، بحرين زاخرة بالكثير من الموارد اللي تأهلها أن هي تكون من أوائل الدول، أو خلينا نقول من الدول اللي ممكن هي تحقق إنجازات كثيرة في هذا المجال وهذا القطاع تحديدا. نعم، أيضا الدول رجعية قاعدة تتنافس لتنويع مصادر الدخل، ومثل ما شفنا الدول المتقدمة خلاص قاعدة تبتعد شوي عن البترول وقاعدة تنوع من مصادر الدخل عشان يكون في يعني أكثر من مصدر للدخل، وهذا يعطي ازدهار أكثر للبلد. فهذا شيء وايد حلو أن البحرين ومملكة البحرين سباقة وقاعدة تشتغل في هذا الشيء بشكل كبير. وأنا عندي خبر وايد حلو، وأنا يعني كنت بقوله بعدين مع ضيوفنا، بس حلو نحن نفتتح في برنامجنا. في دراسة أو في موقع، هذه الموقع موقع أجنبي اسمه Internations Expat Insider. هذه الموقع يا حمد يعنى بالمغتربين حول العالم. البحرين في 2021 حققت المرتبة الأولى في الشرق الأوسط من الدول الأكثر جذباً للمغتربين، والمرتبة 12 عالمياً، فهذا أكيد إنجاز يضاف لمملكة صحيح. البحرين. يمكن رقية مو غريب هالشيء، الهدوء اللي فيها مملكة البحرين والهدوء اللي يخلي الحياة فيها سهلة، يخلي الحياة فيها بسرعة أن تتحصل كل شيء يمك، كل شيء قريب منك، فيحسسهم هاي بهالراحة. يعني برا في أوروبا وغيرها يمكن صعوبة في المعيشة وايد يعني تحسها صعبة، فلما تي ما يحس في ذي الشيء إلا لما واحد يسافر برا ويعيش برا بيحس شقد مملكة البحرين فيها هدوء. احنا وفيها نقول دائما نقول بحرين بلد الأمن والأمان. صحيح 100%. عندنا تقرير رحيم. تقرير طبعا، قطاع السياحة يعتبر أكيد يمكن يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين. نخصص حلقة هذه اليوم، لكن أول شيء خلونا نشوف هذه التقرير اللي يتكلم عن السياحة وأكيد الفندقة في البحرين، ونرجع مرة ثانية. يعد قطاع السياحة من القطاعات الاقتصادية الهامة في مملكة البحرين، ويمكن له أن يحدث تطوراً اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً ملموساً إذا ما تم التخطيط له بالشكل المناسب، إذ يطمح السائح أن يجد أمامه مجموعة من الخدمات السياحية من فنادق ومطاعم واستراحات وأماكن تسوق تلبي كافة أذواق السياح على اختلاف مستوياتهم، ويهمه أيضاً أن يتقابل مع أشخاص يعملون في القطاع السياحي من أبناء مملكة البحرين من أجل التعرف على الجانب الاجتماعي والحضاري للمملكة. يعتبر العمل في القطاع السياحي من أكثر القطاعات التي تتيح للشباب الحصول على جملة من الخبرات التي يكتسبها من خلال التعامل مع مختلف فئات المجتمع، إضافة إلى أن القطاع السياحي يتميز عن غيره من القطاعات الأخرى بالحيوية والتجديد في العمل والتطوير، حيث أن العامل في هذا القطاع لا يتوقف عند حد معين أو درجة معينة متى ما وجد الإصرار والمثابرة. ويكتسب العاملون في هذا القطاع العديد من الخبرات من خلال الاحتكاك بمن هم في نفس المجال ويملكون خبرات طويلة، كما أن العمل فيه يهيئ الفرصة لدى الشباب حول طريقة التعامل مع كافة فئات المجتمع. يا
يوفر قطاع الفندقة والضيافة فرص عمل عديدة بإمكان الشاب البحريني الاستفادة منها، خصوصا مع التوسع الكبير اللي تشهده المملكة في أعداد المطاعم الفاخرة والفنادق. أكيد تماشيا مع استراتيجية هيئة البحرين للسياحة والمعارض لتأهل الكوادر الوطنية في قطاع الضيافة والفندقة، يأتي دعم المؤسسات الحكومية والخاصة للبحرينيين الراغبين في الانخراط أكيد في هذا المجال. وعشان نتكلم أكثر حول هذا الموضوع، يسعدنا الترحيب بضيوفنا في الاستديو الأستاذ خالد البيات، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في صندوق العمل تمكين. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيكم، ومشكورين على الاستضافة، وشكرا لتلفزيون البحرين على التغطية المتميزة الإعلامية المتواصلة والمستمرة وجهودكم في إصدار رسالة إعلامية لتمكين. حياك الله. والأستاذة سارة عبد الحميد، أخصائية الموارد البشرية بفندق الخليج، مساك الله بالخير سارة. مساك الله بالنور، وشكرا لتلفزيون البحرين للاستضافة الحلوة، وإن شاء الله اليوم نفس ما قال أخوي خالد بنتكلم عن دعم تمكين لقطاع الضيافة والفندق إن شاء الله. وأخيرا معنا الأخت مروة محمد، محاسبة إدارية بفندق الخليج ومستفيدة من دعم صندوق العمل تمكين. يا هلا وسهلا فيك مروة. يا هلا فيكم، شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله اليوم نشارككم تجربتنا في قطاع الضيافة إن شاء الله. أكيد نورتونا. في البداية ابتدي معاك أستاذ خالد، قطاع السياحة وقطاع الفندقة وايد يعني له مهم جدا، وللتعافي يعني مرحلة تعافي الدولة والتعافي الاقتصادي للبلد، فكلمني في البداية عن أهمية تطور هذا القطاع وتماشي يمكن ارتباطه بعد مع تمكين، شلون كان؟ طبعا قطاع الضيافة والفندقة من القطاعات الواعدة والقطاعات المهمة اللي لها أثر كبير في دعم النمو الاقتصادي، وطبعا احنا نرجو من ان هذا الاقتصاد يلعب دوره في ابراز البحرين بصوره جميله. وطبعا البحرين في الفتره الاخيره اعلنت عن استراتيجيه قطاع السياحه لعام 2022-2026، ويعتبر من القطاعات الواعده، وخصوصا طبعا بعد ما مرت الجائحه ففي اهتمام كبير على هذا القطاع للعب دور اكبر. طبعا هذا القطاع او الاستراتيجيه الجديده طبعا هي متواصله من الاستراتيجيه القديمه لسنه 2015-2019، واللي كانت استراتيجيه ايجابيه اثرت بانها زادت الدخل الاجمالي المحلي من قطاع السياحه في البحرين من 4% في عام 2015 الى 7%. وطبعا نتواصل الحين في الاستراتيجيه الجديده لتفعيل هذه الاستراتيجيه بصورة سريعة، خصوصا بعد مرور الجائحة اللي أثرت جدا على هذا القطاع مثل ما شفنا من تسكير الفنادق وغيره. وطبعا الاستراتيجية تتركز على كذا محور، من ضمنها أن زيادة الانتاج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة والضيافة إلى نسبة تقديرية 11.4% في عام 2026، وإبراز مكانة البحرين كمركز عالمي سياحي، وهم زيادة استقطاب الزوار من خارج البحرين وتنويع المنتج السياحي. جميل، يعني يمكن تأكيدا على موضوع التفاؤل اللي قاعدين يستشعرون المسؤولين في قطاع الضيافة والفنادق في مملكة البحرين مع استراتيجية 2022-2026، لابد أن اليوم صندوق العمل تمكين يعني في من ضمن الخطط المستقبلية مبادرات الآن لتطوير ودعم هذا القطاع، فممكن تكلمنا بس أستاذ خالد عن عدد هذه المبادرات، أو خلينا نقول مثلا أبرز المبادرات اللي راح تدعموا فيها هذا القطاع؟ طبعا هدف تمكين من التأسيس يعني كان دعم الاقتصاد الوطني عن طريق شتى المجالات، وكان من أهمها أن جعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو الاقتصاد الوطني، وجعل المواطن البحريني الخيار الأمثل في العمل وفي الوظائف. فجميع البرامج الدعم اللي تقدمها التمكين تطمح أنها تدرب البحرينيين وتدعمهم بالتدريب اللازم لزيادة تنافسيتهم في هذا المجال، والدعم طبعا يكون عن طريق الدعم للشركات القائمة في هذا القطاع وهم الأفراد. وطبعا نحاول أن نحتوي عن طريق البرامج المقدمة أن عدد أكبر من البحرينيين للعمل في هذا القطاع اللي يعتبر من القطاعات الواعدة والبارزة. أكيد يعني هذه يربطنا إلى الفنادق الموجودة في المملكة البحرين، وسارة بعد موجودة هني من فندق الخليج، أخصائية الموارد البشرية في فندق الخليج. كلمينا عن خلنا نقول يعني الكوادر الوطنية البحريني، شنو اللي يميزه
في 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 هذه القطاع، شنو اللي يعطي لميزة أكيد البحرين في هذه القطاع؟ كلميني شنو أهم الميزات اللي يكون متوافرة في الكوادر البحرينية؟ أولاً بتكلم بشكل عام، قطاع الفندقة بشكل عام هو قطاع يخدم يعني يخدم الكاستمرز، فوجود بحريني في واجهة المكان يعطي انطباع حلو حق المكان. يعني احنا نستقطب أجانب بالدرجة الأولى كسياحة، وبالدرجة الثانية يعني بحرينيين بعد. فوجود بحريني ورا الاستقبال أول ما تدخل المكان يعطيك إحساس أن البحرين يعني ممكن يسوي أي شيء. صحيح. الطموح البحريني يعني ما يوقفه في مكان معين. عن فندق الخليج بشكل خاص، إحنا طبعاً بحرينيين اللي عندنا يشتغلون في كل الأقسام اللي موجودة، ما عندنا بحريني لا ما يشتغل في هالقسم وهالقسم. فنفس الشيء يعني أول ما يدخل الشخص يستقبله عند الباب البحريني في الاستقبال، في المطبخ، في المطاعم، يعطي انعكاس. اي اكيد اكيد، يعني هاي اللي يميزنا بعد احنا في الخليج بشكل عام. حلو انه يعني حتى يمكن اضيف على كلامك انه يحس براحه الواحد لما يدخل الفندق ويشوف واحد من بلده، او حتى من اشقائنا في الخليج يدخلون الفنادق عندنا اذا واحد بحريني يحس روحه في بيته. اي بالعكس، يعني وايد تجينا ردود افعال انه يستانسون انه يشوفون بحريني موجود في هاي المجالات، ويعني متفرعين يعني من اول السلم الوظيفي لاخر السلم الوظيفي. فحلو هاي الشيء يعكس روح حلوه كشركه محليه وفندق محلي وواحد من اقدم الفنادق في البحرين، بيعطي احساس بالانتماء يعني للمكان. حلو. انا باخذ من كلامك ساره وبوجهه حق مروه. يعني مروه لما نتكلم اليوم عن ان البحريني قادر له يتاقلم مع اي مجال وفي اي مجال يعمل فيه، بس يمكن في السابق اذا توافقين الراي في السابق كان شويه في عزوف، او ما بنقول عزوف، خلينا نستخدم كلمه ثانيه، نقول يمكن ما كان في اقبال. يمكن هالكلمه الاصح اصح ولا لا؟ صحيح. كان في شويه اقبال اقل على الوظائف الخاصه في مجال الفندقه والفنادق والمطاعم بشكل عام. اليوم الوضع اختلف، فش اللي خلاك مروه تقبلين على العمل في هذا المجال؟ في البداية يعني قطاع الفندقة بشكل خاص في مجال واسع وكبير حق إن الإنسان إنه يتطور ويعني يبدع فيه ويصقل مهاراته. طبعاً بالنسبة حق القطاع بعد قاعد يوم بيوم في اهتمام بالغ خصوصاً من حكومة مملكة البحرين قاعدة تركز على تطوير هذا القطاع. فقاعد القطاع قاعد يصير حيوي أكثر يعني يوم عن يوم، إذا قاعدين نلاحظ بلس إنه هو يعني يضيف بشكل مباشر حق الاقتصاد في البحرين. اليوم البحرين تستضيف يعني فعاليات عالمية مثل الفورمولا 1، مهرجانات الطعام، فعاليات ثقافية، فعاليات أثرية. فحلو وجود البحريني في داخل هذا القطاع. هذا اللي خلاش تقبلين على العمل في ذي المجال؟ أو أنت كانت عندك الرغبة؟ اللي خلاني أكثر أني أتوجه حق هالقطاع وهو أن في عدد قليل من الكوادر البحرينية قاعدة تشتغل في هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى. فاللي خلاني أتشجع أكثر أني حبيت أخذ هالتجربة وحبيت أني أنقلها حق اللي حواليني، وعشان أشجع بالأخص يعني الشباب وال يعني النساء خاصة طبعاً أنهم يخوضون هالتجربة ويأخذون يعني انطباع إيجابي عن عن عنها، وأشجعهم طبعاً أشجع شباب البحرين أن ينخرط في هذا القطاع. حلو. الإيجابي لأن وحلو أن شافت أن هذه المجال فيه لمستقبل كبير، يعني بما أنه هو مجال جديد البحرينيين ما كانوا مقبلين عليه، الحين صار فيه إقبال عليه بشكل كبير، صار في أنه والله في هدف، في مستقبل فيه، فالناس أكيد أو الكوادر البحرينية ممكن بتحس بهذا الشيء وراح تدخل. أكيد فأكيد لا ترى في هالشيء. إيه
نفس ما مروة قالت، بس بضيف عليها بما أن أنا صار لي في هالقطاع تقريبا 8 سنوات. بداياتي كانت طبعا صعبة، لأن كأنثى يعني تشتغل في مجال كذي، كان قبل يعني العادات والتقاليد يعني في البحرين شوي مو يعني، يمكن لأن نفس ما قلنا المجال ما كان يعني واصل لي مجموعة كبيرة من، ولا شوي كان في تحفظ حتى من ناحية طبعاً الأهل شوي على يمكن وجود البنت في الفنادق وهذه القطاع. الحين الوضع تغير صراحة، الحين وايد الوضع تغير. وبما أن أنا في الموارد البشرية أشوف الإقبال البحرينيين على الوظائف، يعني قبل كان في تحفظ نفس ما تقولين، يعني كانوا الناس لما يقدمون ساعات يقدمون وما يعرفون هم مقدمين مثلا على أي فندق أو أي وظيفة. لما كنا نكلمهم كان في عزوف، لكن الحين لا، الحين يعني من نفتح وظيفة نشوف مئات البحرينيين يقدمون على هالوظيفة، فشيء حلو إنه صاير خلاص المجتمع يتقبل هاي الشيء أكثر. من المهارات، يمكن المهارات سارة اللي يعني ممكن إنه شخص يسمع أنه وده يدخل في هذه المجال، شنو المهارات اللي مفروض تكون متوافرة عند الشاب عشان يقدر يدخل في هذه المجال ويتميز فيه، ما بيدخل بس عشان شغل، في يعني أكثر الناس اللي يبون يدخلون في هذا المجال يبي يتميز، يبي يتطور، يكون عنده مستقبل، ما يبي بس وظيفة عادية. أهم شيء التواصل، طريقة التواصل، يعني البحريني في هاي المجال بالذات بما أنه يتعامل مع نزلاء، عملاء، guests، customers، طريقة التواصل وياهم، طريقة الاحتواء، أنت بتي لك جنسيات مختلفة من خلفيات مختلفة، صارت مشكلة، صارت أي شيء، شلون تتواصل وياهم، ثقافتك عن البلد، عن شنو قاعد يصير حوالينك، في النهاية أنت يعني واجهة المكان وواجهة البلد في نفس الوقت. فالتواصل حلو انه يكون مثلا الشخص يكون عنده لغات، مو بس انه بس عربي وانجليزي، يتعلم حتى لو كلمتين ثلاثه من لغه معينه تساعده انه هو يتواصل مع الشخص اللي حتى يعني مع الخبره ممكن انه هو يكتسبها من خلال تعامله مع أكيد. الناس مثلا اللي يقابلهم. من كلامك ساره هذه يقودنا حق استاذ خالد. أستاذ خالد، اليوم لما تحكى عن المهارات اللي يجب أن يمتلكها أو الخبرات اللي لازم تكون في البحريني المقبل على العمل في هذا المجال، وإحنا قلنا من البداية أن الاستراتيجية الأهم لدى صندوق العمل تمكين هو الاستثمار في العنصر البشري البحريني، شلون أنا اليوم كجهة أساهم في تطوير مهارات هذا البحريني حتى يكون الشخص الأمثل في العمل في هذا المجال؟ طبعا اولا يعني القطاع يعني لو انوه عليه ان قطاع الضيافه والسياحه في عدد مجالات كبيره، يعني لو نطالع في عدد المجالات في الاغذيه والاطعمه، في السياحه والسفر، في الاقامه، في الترفيه والاستجمام، فعدد الوظائف الممكن تخلقها هالقطاع كبيره. ولهالسبب احنا يعني في تمكين حبينا ان احنا نسلط الضوء على هذه الوظائف اللي ممكن البحريني يشغلها. يعني في السابق يمكن غالبيه الوظائف هذه كانت يشغلونها اجانب، واليوم احنا شفنا مثل ما تفضلوا الخوات ان البحريني ما عنده مشكله انه يشتغل في هذه القطاعات ابدا، بالعكس احنا نحبذ انه يكون في نسبه بحرين اعلى، ونحفز الشركات لادراج عدد اكبر من البحرينيين، واحنا عن طريقنا طبعا نقدم جميع سبل الدعم، من ناحيه دعم رواتب البحرينيين، من ناحيه دعم التدريب وشتى التدريب، سواء التدريب كان الفرد بنفسه حاب يتدرب او اشتراك في دورات تدريبيه. ويعني على مدى السنوات تمكين ساهمت في دعم اكثر من 5400 شركه في مجال السياحه والضيافه والترفيه والاستجمام وغيرها، فعديد من الدورات التدريبيه موجوده، واحنا يعني من دورنا الدعم موجود المالي، الفني، الاستشاري للافراد وللمؤسسات في هاي القطاع. شلون شفتوا الزياده في الفتره، خلينا نقول يعني مثلا من 2015 خلينا نقول الى اليوم في 2022، خاصه في عدد البحرينيين في هذا القطاع تحديدا؟ طبعا دعم تمكين يعني في هالقطاع مو بالشيء الجديد، يعني حتى في السابق كان في كذا مبادره من تمكين وكذا برنامج كان الهدف منهم ان صقل المواهب البحرينيه، مثلا كان في برنامج اعداد المواهب البحرينيه في قطاع الضيافه، وسبب يعني طرحنا لهذا البرنامج مثل ما شفنا يمكن شويه عزوف الشاب البحريني او الشابه البحرينيه انهم يشتغلون في هذا المجال،
وفي نفس الوقت المؤسسات يعني هي حابة إن هي توظف، بس ما في البحريني اللي يكون متدرب بالشكل المطلوب. فطرحنا هالبرنامج، وعن طريق البرنامج دربنا وتم توظيف 80 بحريني بالتنسيق مع فنادق درجة أولى ووفقا لمعايير دولية كبيرة يعني، والحمد لله رب العالمين يعني تم توظيفهم. فمثل ما تقول في إقبال. طبعا أكيد مرينا في فترة الجائحة، يمكن هذه أثرت طبعا يعني الفنادق تسكرت، الحركة السياحية خفت، بس اليوم ومع عودة الحركة الطبيعية قاعد نشوف في إقبال كبير، في استفسارات كثيرة قاعد توصلنا من أفراد ومن شركات حابة تقدم على الدعم لإنشاء منشآت في هذا المجال السياحة والضيافة. يمكن هذه يودينا حق ماروة، بما أنها هي من يعني مدعومة من تمكين أيضا ومن الكوادر البحرينية اللي دخلتي في هالمجال. ماروة تكلمتي عن أن شقد كانوا قليلين الناس اللي يوم دخلتي والحين تطور هذا الشيء، أكيد واجهتك في هالفترة صعوبات خلتك أنك أنت تواجهينها في دخولك هالمجال، كلميني عنها. في بداياتي دخلت طبعا في مجموعه فنادق الخليج كمتدربه، ويتطلب مني كوني متدربه اني كنت يعني اخذ يعني من كل قسم لازم اتدرب عندهم. فالتنوع اللي كان موجود في الاقسام من ناحيه طبيعه العمل كان يتطلب مني مهارات جديده، من كل قسم كنت اواجه يعني خلينا نقول سيناريوهات مختلفة تتطلب مني تصرفات أو تتطلب مني إني أكون يعني solution oriented وأحل أتعامل حسب الموقف. فواجهتني هالصعوبة في البداية، خصوصا إني كنت جديدة على 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 القطاع الفندقي يعني كمتدربة. لكن كنت ألجأ دائما حق مديري وزملائي في العمل، كانوا جدا متعاونين. خصوصا الشهادات بعد اللي طرحتها تمكين كان لها دور كبير في التطوير والتدريب اللي لقيته يعني. جميل. هذا الشيء بعد يخلينا نفكر انه في مجموعه من المهارات والخبرات لازم تختلف بحسب وظيفه الشخص وين ما يكون متواجد. صح. يعني اليوم لما انا اشغل وظيفه اداريه اقابل فيها الجمهور بشكل مباشر يختلف عن المهام الاداريه اللي ممكن اسويها وانا في مثلا في المكاتب وما التقي بالجمهور مباشره او بالزوار او بالسياح. هذه الامور كلها وغيرها اكيد بنتكلم عنها بمزيد من تفصلوا بنسمع تجاربكم في هذا المجال. بس طبعا لابد ان احنا نشير الى ان قطاع الفندقة والضيافة من القطاعات الواعدة واللي قدم وظائف بمدخول جيد من إمكانية التطور فيها. اكيد رقية، ومن هذه المنطلق ارتفعت اعداد المنتسبين في كلية فاتل الفرنسية الفندقية اللي فتحت ابوابها لتأهيل الموظفين والمواطنين الراغبين في الالتحاق بقطاع الضيافة. مزيد من التفاصيل حول الكلية في هذه التقرير. يشهد مجال الضيافة والسياحة اليوم ازدهاراً كبيراً، حيث يمثل واحداً من أهم 10 وظائف حول العالم حسب بيانات المنظمة العالمية للسياحة. وتقوم كلية فاتيل للضيافة بدورها الكامل في دعم قطاع الضيافة والسياحة في المملكة، إذ تعتبر كلية فاتيل من أهم المؤسسات التعليمية الفرنسية في قطاع إدارة الضيافة، وهي المرجع للطلبة الراغبين في دراسة الإدارة الفندقية والسياحية حول العالم. وتعتمد كلية فاتيل على طرق مغايرة في تصميم برنامج البكالوريوس في إدارة الفندقة، ويعد التدريب الذي يحصل عليه الطالب كل سنة لمدة 5 شهور واحداً من أهم العناصر التي ينمي فيها الطالب خبرته العملية وكذلك المهارات الاجتماعية التي تؤهله للدخول في سوق العمل. ومن نتائج هذا التدريب حصول طلاب فاتيل خلال الفترة نفسها على عروض وظائف قبل التخرج، في دليل على أن معايير الكلية تتماشى مع متطلبات سوق العمل في المنطقة. محمد، إذا تذكر قبل يعني لما كنا نتخرج من الثانوية العامة، المجالات الاختيار للتخصصات أو الجامعات اللي كانت مطروحة وبرامجها
كانت يمكن بعيدة كل البعد عن برامج الفندقة وبرامج السياحة الوضعية ما موجودة. كانت المتخصصات فقط مقتصرة على العلوم المحاسبة والطب والهندسة وغيرها. سليوم إنشاء مثل هذه الكلية تعنى بهذا الجانب تحديداً أكيد يعني يخلي يكون في مجال لكل من يرغب في الالتحاق بالعمل في هذا القطاع. ومثل ما قالوا خواتنا وضيوفنا اللي موجودين معنا ما في عمل محدد. يعني لما احنا نقول كلية مثلا ضيافة احنا ما نتكلم عن عمل محدد، احنا نتكلم عن مجموعة أعمال ومجموعة مهارات مكتسبة. وفي النهاية هذه رقية هي بتكون كلها واجهة للبلد. صحيح. يعني هي أول شخص يدخل مملكة البحرين يدخل من المطار بعدها يروح الفندق. يعني هاي أول شيء راح يأخذ فكرة عن مملكة البحرين بشكل طيب. أو حكيت عن المطار عورت قلبني. احنا بنرجع على موضوع المهارات والبرامج مع خالد، وياريت تكلمنا أكثر بمزيد من التفصيل حول البرامج اللي تقدمها تمكين في هذا المجال تحديدا. طبعا تمكين في السنة اللي طافت يعني أعلنت عن حقبة بالبرامج الجديدة اللي أطرحناها في شهر 3 من هالسنة، وبرامج متنوعة للأفراد والمؤسسات. بس بالأخص بتكلم شوية عن البرامج التدريبية للأفراد. البرامج فيها شمولية أكثر، برامج فيها يعني للتدريب عن بعد، التدريب الخارجي، وحتى في برامج جديدة أطرحناها في الفترة الأخيرة تركز على إعداد البحرينيين اللي يتولون مناصب إدارية وتنفيذية في المؤسسات. يمكن في السابق كان التركيز فقط على دعم رواتب البحرينيين حديثي التخرج، بس برامج جديدة هم تركز على حتى دعم البحرينيين في يعني مساعدتهم في السلم الوظيفي. طبعا بالإضافة إلى البرنامج الوطني للتوظيف اللي عندنا اياه، اللي هو طبعا بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، واللي كان مبادرة حكومية طرحت في سنة 2019 مع اللجنة التنسيقية، وعن طريقها طبعا يتم دعم البحرينيين ونحفز الشركات يعني استقطاب عدد أكبر من البحرينيين ويستفيدون من هذه الدعم اللي تمكين تقدمه. اليوم طبعاً في برامج متنوعة من ضمنها برامج التوظيف والتدريب، ويطمح البرنامج أن تقديم الدعم للشركات لتبني البحرينيين بحيث يتم تدريبهم من ثم توظيفهم، ودعم تمكين يكون على جانبين من ناحية التدريب والتوظيف. طبعا نشوف يمكن كثير من الخريجين الجامعة عندهم مثلا الـ يعني دراسة، لكن يفتقرون يمكن بعض المهارات اللي يحتاجونها في الوظيفة. فإحنا نهدف أن عن طريق هالبرنامج اللي هو التدريب والتوظيف أن إحنا نساهم في دعم الشركات لأولا مثلا توظيف البحرينيين ويدخلونهم دورات تدريبية عن طريق دعم تمكين، ومن ثم توظيفهم، وهم يتم دعم الرواتب. وهذه مثل ما قلت مو بس فقط حق الحديث التخرج، بس حتى حق المتقدمين. وبالإضافة هم في برامج جديدة طرحناها نحاول عن طريقها نعطي البحرينيين فرصة لاكتساب خبرة عمل خارج البحرين. عن طريق احنا نحاول ان نأسس شراكات مع شركات عالمية خارج البحرين، ونحاول ان نبعث عدد من البحرينيين في شتى المجالات ان يكتسبون خبرات دولية. احنا نحس طبعا ان هذا الشيء اولا راح يزيد من تنافسيه المواطن البحريني، وانه يقدر ينافس في سوق العمل مو بس المحلي بس حتى الاقليمي والعالمي. وهذا شيء طبعا احنا نوفره حق كل القطاعات الواعده، يعني من ضمنهم طبعا بشكل كبير قطاع السياحه والفندقه، بس هم القطاعات الثانيه الاتصالات، الصناعه، العمليات اللوجستيه، التعليم، وهم الصحه. يمكن هاي ينتقل سارة، أكيد الكوادر البحرينية وهي يمكن شغلتك الأساسية في يمكن تدريب، تتأكدين من تدريب الموظفين أن كل موظف يكون له يمكن دورات عشان يتطور. فكلمين عن أشياء اللي تقدمونها للكوادر البحرينية لتطويرها وسعيها، سعيكم يعني توصلون لي نفس ما قال الأستاذ خالد للعالمية، ومثل ما احنا يعني نطمح له دائما. من ناحية تدريب الموظفين طبعا بيكون تدريب على قسمين. واحد بيكون نفس ما يقولون اون جوب تريننج في العمل نفسه، يتعلم مهارات العمل ويكتسب المهارات اللي يحتاجها حق نفس الوظيفة اللي هو يشتغل فيها. في نفس الوقت في البرامج التدريبية اللي عن طريق تمكين مع معاهد مختلفة خارج نطاق العمل تساعده يكتسب مهارات أخرى
تساعده بعد في العمل، مو بشرط انه يكون يعني له علاقة بالعمل نفسه يعني A to Z. ففندق الخليج عنده برامج داخلية، هاي البرامج تخلي الموظف تقريبا نفس ما مروة قالت، انه يعني بيكون من قسم لقسم ينتقل، يتعلم المهارات في الأقسام المختلفة. في برامج عندنا يعني تخلي الموظف يكون جاهز للنكست ستيب، يعني في فرش يبون ناس فرش يدربونهم تقريبا في حدود 6 شهور ل3 سنوات، يعتمد على الوظيفة اللي هم يعني يبون هاي الشخص يوصلونه. ف يعني هاي شيء وايد حلو، وهاي لا يعني يكون متخصص حق البحرينيين يعني. جميل. ف يعني دائما دائما يكون في اشياء طبعا مختلفه، في اشياء متطلبات مختلفه، سوق العمل ساعات يحتاج ان يعني نضيف برامج تدريبيه مختلفه. صحيح. فاحنا نواكب سوق العمل دائما يعني. جميل. وانا اتوقع يمكن هذه بعد يمكن دور المؤسسه نفسها وايضا دور صندوق العمل تمكين، ان اليوم انا لازم اطالع وين الفجوات اللي موجوده في سوق العمل. صح. عشان نحاول ان احنا نغطي هذه الفجوات من خلال طبعا الدورات التدريبيه والبرامج اللي نقدمها. مروان، أنا يعني بصراحة ودي أبتعد شوية عن الرسميات اللي إحنا قاعدين نتكلم عنها، مبادرات وبرامج وأهداف. أبغى أتكلم عن تجربتك أنت الشخصية مروة بكونك موظفة. يعني سارة بنرجع لها مع بعض المواقف اللي صارت يمكن أثناء يعني وجودها في الموارد البشرية مسؤولة، ولكن أنت كموظفة أعطيني بعض المواقف أو كلميني مثلا عن بعض المواقف الصعبة اللي صارت لك أنت شخصيا أثناء مثلا التحاقك بالعمل أو مع مثلا خلينا نقول أحد الناس في هذا القطاع، ما تنسينا وتحسينا فعلا أثر فيك هذا الموقف. صعب سؤالك. لا لا لا. أكثر شيء يمكن أتذكره يعني هو بداياتي لما كنت في الاستقبال، يعني وجودي كبحرينية في الاستقبال وتعاملي مع يعني مع الـ مع الـ مع الـ النزلاء اللي كانوا من جنسية مختلفة. فكان كنت يعني حتى أتعلم شلون أتكلم وياهم يعني حتى بلغات أخرى. يعني أتذكر أنه يمكن الموقف الطريف اللي صادني أنه كان في أحد النزلاء يتكلم تركي، فكنت أتعلم يعني كنت في ذاك الوقت أتعلم اللغة التركية، مسلسلات التركية يعني on a spot، يعني كنت خلاص تكلمت وياه وتكلمنا يعني عن تركيا، وكان موقف لطيف جدا يعني. زين هذه موقف لطيف، موقف صعب. وانا اليوم ما قلت صعب. يعني حسيتي ان في شيء انا محتاجه ان انا اضيفه الى خبراتي ومهاراتي من بعد هذا الموقف؟ لا كلها خبراتي. وايد زين. وايد زين. ساره السؤال، زين ساره انتم في الفندق يعني أكيد تيكم ما بنقول مقترحات ولا بنقول شكاوي، بس لازم تيكم بعض الملاحظات مثلا في جوانب معينة. وين تحسين اليوم الواحد لازم يطور من موظفينه، خاصة لما يكون في الأعمال اللي مباشرة تواجهين فيها النزيل أو مثلا السائح نفسه؟ نفس ما قلت مساعد تواصل، هاي أهم شيء. يعني إحنا عادة لما تيب شخص فرش بحريني مو مشتغل من قبل، مو يعني ما كان في مجال إنه يكون في وياه كاستمر يتعامل مع شخص مختلف يومياً. ففي يعني في هاي المجال بالذات التواصل نحتاج إن إحنا نركز على هاي الشيء أكثر. حالياً طبعاً موظفينا صار لهم سنين يعني الحمد لله، فخلاص يعني صايرين يعني متشربين العمل، بس الموظفين الجدد حلو انه بعد يتعلمون من اللي موجودين اكثر هاي المهارات. يعني وايد وايد مهم هاي الشيء، وانا قاعده كل شوي يعني اركز عليه لانه هاي الواجهه يعني. فحلو يعني ان نطور من هاي المجال. وفي نفس ما قلنا في الدورات التدريبيه اللي مو شرط انها تكون لها علاقه بال عمل نفسه، تكون جانبية، لغة ممكن
تركي مثلا مروه مروه طاري اللغات حمد كم لغه تعرف تحكي بس ثنتين حاولت يبي له منهم العربي يبي له وايد انك انت تحب اللغه اول شيء صح يكون عندك رابع من نفس اللغه صح وثاني شيء تمارسها لازم تمارسها يمكن تحب الديره فتحاول تتعلم اللغه صحيح. صح يعني احنا جاتنا فتره نحب المسلسلات التركيه عندنا زميل حمد الشملون يحب فريق كرة قدم اللي هو الأرجنتين أيه؟ فراح تعلم اللغة الإسبانية بس لأنه يحب فريق كرة قدم حلو. فيعني وحصل ليفل 12 أو شيء يعني ما شاء الله فلوينت في هاي الشيء جميل. يمكن النقطة اللي أبغى أتكلم فيها هي كانت في حلقة رقية عن الفورمولا اللي قدمتها حلقة الفورمولا 1 وتكلمنا عن الفندقة بعد وكانت في نقطة اللي هي أنه يعني القطاع الفندقي تطور بشكل اللي هو ما بعد ما قبل الجائحة كان في ليفل معين صح. فوقفت الفنادق في هاي الفترة اللي هي السنتين وبعدين رجعت عجلة الاقتصاد مرة ثانية الحين النسب أعلى من 2019 فخلنا نتكلم عن أوريدي تطور اللي صار مع وقفتهم فكيف يمكن أستاذ خالد يكلمنا عن هاي الشيء طبعا يعني احنا لاحظ هذا الشيء حتى من الأرقام يعني يمكن في السابق يعني تمكين يمكن عدد الأفراد اللي دعمتهم عن طريق برامج التدريب والتوظيف تقريبا أكثر من 11 ألف بحريني بالمجمل يعني تمكين دعمت أكثر من 100,000 بحريني في مجالات التدريب والتطوير لكن طبعاً نشوف الفترة الأخيرة الاستثمارات اللي قاعدة تتم في مجال السياحة والفندقة قاعدة تزيد عدد الفنادق قاعدة تزيد مثل ما تفضلت في التقرير كان عن أكاديمية فيتل اللي فتحت طبعاً هاي كلها يدل على أن في رغبة وأن مجال السياحة والفندقة يعني من القطاعات الواعدة وفي عليها يعني اهتمام كبير من القيادة الرشيدة فطبعا نشوف ان يعني توجهات حتى الافراد حتى رواد الاعمال يعني صاروا اهم من قبل يعني مثل ما تقول كان في تردد دخول هالقطاع الحين حسوا ان في سبل للتعاون وفي دعم موجود مو بس حق الافراد بس حتى حق المؤسسات فهاي شجع الرواد الاعمال شجع المستثمرين على خوض هاي التجربه وانهم يدخلون مجال السياحه والفندقه في كذا شركات يعني مو بس عن طريق الفندقه حتى عن تاسيس شركات او مؤسسات سياحيه صغيره تقوم بجولات تقوم بجولات ترفيهيه حق السواح والبحرينيين وشفنا كثير من هاي الامثله وطبعا احنا نشجع كثير من هذيلا يعني وبرامج جديده قاعد تقدم يعني دعم يعني لهذه الافراد وللشركات والمؤسسات الصغيره بشكل كبير لهم يعني احنا للحين في كثير من الامور نبي نسولف فيها معاكم نبي ندردش فيها معاكم بس راح نطلع فاصل قصير وراجعين نكمل معاكم عودة من جديد مشاهدينا لكم ولموضوعنا ولضيوفنا حول قطاع الفندقة والضيافة وطبعا أنا ترى من طبعي دائما يعني أقول شيء يصير تحت الهواء أطلع نفس الشيء نفسي طلعت كل شيء نقول يعني إحنا طلعنا فاصل لا توقعيها منا إحنا طلعنا فاصل بس ترى يعني وإحنا في الفاصل يعني سارة ومروة ما قصروا عطوني وقالوا لي في شغلات نبي نقولها سمعت قصص أنا وهم يعني إيه قالت عندي مواقف صعبة يلا سارة ممكن أتكلم نفس مروة عن بداياتي بما أنك كنت أنا في قطاع الفندقة صار لي 8 سنين وكنت يعني توني بادية حياتي وبادية الكارير مالي فكان شيء غريب إنه يشوفون إنه في بحرينية وبالأخص متحجبة كان وايد شيء يعني غريب الشيء اللي كان ما يخليني أشوف الكاستمرز لأن كنت في قسم الموارد البشرية لكن لما كنت أتجول في الفندق ويشوفوني ويعرفون إن أنا موظفة كانت تصدني مواقف خصوصاً من إخواننا الخليجيين يعني أعطينا موقف من هالمواقف كان في هاي أول شغلة حقي أول مكان ما بذكر اسمه كان في المكان كان منتجع كل ما نحن عارف المكان اوكي كنت كان مكتبنا صوب مكتب الاستقبال فكنت مره بس بروح اوقع اوراق يعني كان روتين عمل عادي فكانت صايره مشكله في الاستقبال كان في خليجي
وكان قاعد يتهاوش مع الموظف، والموظف أجنبي كان، وكان الموظف وايد متوتر، والخليجي كان يتكلم بالعربي أكثر مما يتكلم هاي يعني هاي المواقف وايد زادت عقب، كان وايد يصيدني يعني كل ما أمر الاستقبال سبحان الله كان يصيدني موقف كذي. فناداني قال لي يعني تكلمي معاه وحاولي تهدينه. فحلو كان ان تتجاوب معي لانه شاف انه يعني بحرينيه وخليجيه تسوين هنا يعني. فكلمته يعني قلت له ان انا في قسم الموارد البشريه، وكان يعني من النزلاء اللي دائما يعني يجون عندنا، فكنت اشوفه كذا مره يعني كان يجيب عائلته وهاي. ف يعني الموظف الاستقبال كان يعني يشكرني عقب الموقف اللي صار، انه يعني المره الثانيه اللي صار كذي بناديت. يعني حلو انه يشوف شخص بحريني وهو جاي مملكه البحرين ويشوف بحريني خلاص يحس روحه مطمن خلاص. اي ساعات يعني الكلام اللي تقولينه يمكن نفس الكلام اللي قاله ولكن ياخذ منك غير بالضبط. ساعات تعرف يعني الشخص لما يكون معصب يعني ما يشوف قدامه، ف يحتاج احد يتكلم معاه بنفس يمكن المستوى من الهدوء. إيه؟ انا يمكن يعني بضيف عليكم شيء ثاني يعني حمد وساره، ان ذي الموضوع يمكن اثر فيك انت بشكل ايجابي. احنا ما بنقول يمكن اكيد يمكن النزيل او المقيم مثلا اللي كان يبي في الفندق يكون موجود اي، ولكن يمكن عطاك انت حافز لما حسيتي ان انت نجحتي في تهدئه هذا النزيل وتعاملتي معه بالشكل الصحيح، وبعدين تم الاستعانه فيك حتى من قبل موظفين الاستقبال ان لو في اي شيء ساره بتي بتحل لنا الموضوع. فهذه يعني المكان يشغلونها الحين هاي صار يعني شيء عادي في روتين شغلي يعني كقسم موارد بشريه. عندنا يعني ما نخلو من المشاكل اليوميه او من فتره لفتره، فالواحد لازم يعرف شلون يتصرف في هالمواقف، وتنضج مع 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 سنوات الخبره موظفين. في النهايه احنا كموارد بشريه بعد الكاستمر مالنا الموظفين اكيد ما يختلفون هم نفسهم، لكن تعرف شلون تتعامل معاهم شلون تتصرف معاهم، ونفس ما قلتوا اكيد تعلمت من هاي الموقف اللي صار. يمكن مروة يمكن بعد عندك شيء؟ هي قاعد تضحك تتذكر شيء. تذكر في الفاصل تكلمت قالت يمكن مثلا نروح معاها جانب ثاني اللي هو الأسرة. يعني احنا اليوم لما نتحكي عن يمكن ان الشخص تكون عنده اهوى الرغبه في انه هو يدخل هذا المجال، عنده امكانيات، عنده مهارات، خاطره انه هو يعني يلتحق في هذا المجال، بس ممكن احيانا ما يحصل الدعم المطلوب من الأسرة. فأنت شلون كان تعامل الأسرة معك مروة في ذي الشيء؟ هو الحمد لله يعني أهلي ومحيطيني أمانة كانوا الداعمين الأول في مسيرتي يعني حق اختياري حق هالقطاع. الفكرة يعني بداية لما خبرتهم أني حصلت فرصة وظيفية في هالمكان يعني لاقت استحسان وايد كبير منهم الحمد لله، وبالعكس كانوا يشجعوني يعني خصوصا انهم يؤمنون يعني بالطاقات الشبابيه البحرينيه ان هي تقدر تتميز في كل القطاعات مو مقتصر على قطاع معين. لكن كان في فئه يعني صغيره يعني يمكن خلينا نقول من المجتمع لا زالت تحمل نظره سلبيه عن يعني طبيعه العمل بسبب قصور يمكن في فهم يعني طبيعه العمل اللي يتعلق في القطاع نفسه. لكن دائما اقول يعني الواحد لما يخوض الشيء دائما يقدر يحكم فيه، فعشان كذي يمكن قلت في البدايه هاي كان هدفي او حافز اللي خلاني ادش عشان انقل تجربتي واحكم عليها بنفسي. فكانت تجربه جدا جميله وحصلت فرصه يمكن يعني ما كنت يمكن اقدر احصلها في مكان ثاني يعني. والحين مروه عقب ما انت الحين موجوده في العمل وانقربتي في هذا المجال، وين قاعد تشوفين روحك يعني وين تبين توصلين؟ اكيد عندك هدف معين تبين توصلين له في المجال. اكيد اشوف روحي على مستوى يعني المجموعه يعني ان شاء الله اكون في يعني منصب يعني اداري قيادي يعني طموحي اكيد. انا بديت متدربه وحصلت الحمد لله رب العالمين يعني مرتين الى ترقيات يعني لمناصب حتى يعني اداريه وقياديه يعني، واطمح اكيد لاشياء اكبر يعني. من الموارد البشريه موجوده عندنا توسطوني. استاذ خالد يمكن من اهم الجوانب اللي ايضا يركز عليها صندوق العمل تمكين هو دعم الاجور بالنسبه حق الموظفين بشكل عام في كل المجالات، بس بما ان احنا نتكلم اليوم عن قطاع الفنادق والفندقه يعني بشكل خاص خلينا نتكلم عن ذي الجانب تحديدا.
طبعا مثل ما تفضلت نساء اختي قلت ان دعم الاجور كان من البرامج الرئيسيه للتمكين، وطبعا احنا طورنا في هالبرنامج، واليوم البرنامج يخدم كل القطاعات للامانه، يعني بدون الهدف يعني انه هو خلق فرص وظيفيه للبحرينيين وفرص متنوعه. فبرنامج دعم الاجور دعم رواتب البحرينيين شيء موجود حق كل القطاعات، ومن ضمنها قطاع الفندقه والسياحه، وقاعدين نشوف ان في صار تقبل اكبر من الفنادق لتوظيف عدد من البحرينيين، لان هي العمليه مرتبطه، هي مو بس دعم الاجور بس، احنا حريصين ان احنا نوفر برامج تدريبيه وندعم التدريب، لان عشان يصير في انفتاح من الشركات لاستقطاب هالكوادر البحرينيه اللي احنا نحس ان هي قادره على التنافس في سوق العمل، هم لازم احنا نكون ان هالكوادر تكون متدربه بالشكل الصحيح، فهي عمليه متكامله تدريب وتوظيف. فدعم الاجور لجميع القطاعات ومن ضمنها السياحه والفندقه موجود، ومثل ما تفضل من ساعه مو بس حق الـ 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 المتدربين او الموظفين الجدد، بس حتى اليوم حتى المتدربين او الموظفين صار لهم عدد من السنوات يشتغلون ممكن يحصلون على نوع من الدعم اذا كان في ترقيه او مثلا سلف السلم الوظيفي في نوع من الترقيه. يعني بيستلمون موظف جاهز مدربينه معطينا يعني مدعوم من 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 تمكين، وايضا في له يعني خطط تدريبيه ايضا. بعد انتم لكم دعم للمؤسسات في هذا القطاع، خلينا نتكلم عنه. صح، طبعا في باقه من البرامج طرحناها حق دعم المؤسسات، وتشمل يعني المؤسسات في طول فتره المؤسسه، يعني حتى من الانشاء وحتى في النمو. فطبعا عندنا برنامج اللي هو حق الشركات الناشئه اللي هو اسمه ابدأ مشروعك، من اسمه ان تحفز الرواد الاعمال على بدايه مشروعهم، وبالاخص ان في دعم مميز حق الرواد اللي ينشئون فكره او مثلا بزنس في مثلا في القطاعات الواعده اللي ذكرتها، من ضمنها هاي القطاع المهم. فابدأ مشروعك برنامج يساهم في تقديم الدعم للشركات، سواء كان حق مثلا انشاء البزنس، حق التسويق، حق الادوات، المعدات التقنيه، اي شيء يحتاجونه في من الدعم. وهم في برنامج اللي هو حق الشركات القائمه او الناشئه، اللي هو برنامج نمو الاعمال، ومن هدفه ان احنا نحفز عن طريقه الشركات اللي صار لهم فتره ولاقوا النجاح ان يتوسعون، ويتوسعون داخلياً، يتوسعون حتى إقليمياً، يتوسعون خارج البحرين. في النهاية إحنا ندري مثلاً أن طبعاً البحرين مهما كان بلد صغير، دولة صغيرة، وفي شركات صار لهم يعني مثلاً سنوات ومثلاً ناجحين في شغلهم. فعن طريق هالبرنامج إحنا نقدم لهم الدعم أن يتوسعون خارج البحرين. يعني كل مؤسسة يمكن تبتدي وشركة تبتدي في هاي القطاع تبونها توصل لمستويات عالية، فأكيد عندكم فكرة في هذا الشيء لما تأخذون مؤسسة وتدعمونها. أعطني يمكن أفكار مبتكرة ياتكم، أفكار حلوة في هاي القطاع اللي خلاكم تدعمونها ويمكن يعني قاعدة تكبر. بالضبط، يعني طبعا يعني في شتى المجالات نشوف أفكار جديدة كل يوم، يعني بس مثلا بالأخص في مثلا مجال السياحة والفندقة، طبعا يمكن كان الدعم السابق كله مثلا أن الفكرة الرئيسية أن إنشاء فندق أو إنشاء منتجع سياحي. اليوم قاعدين نشوف في رواد شباب قاعدين يعني يطلعون بأفكار جديدة، مثلا باص يتحرك في الماء، السفينة عائمة فيها مثلا مطعم، مثلا يشوفون مثلا فنادق صار على البحر، ينشئون شركات، يسوون برامج حق السواح اللي يزورون مثلا هاي المنشآت. فقاعد نشوف كثير من الأفكار اللي قاعد تطلع، وطبعا احنا يعني حتى برامج الدعم حق الشركات مو بس حق الشركات مثلا المنشأة او القائمة او الموجودة، في كذا برامج مثلا برامج التحول الرقمي يساهم او يعني يحفز الشركات لتبني حلول رقمية او الابتكار، يعني اي شركة مثلا يكون فيها نوع من الابتكار في فكرتها يكون الدعم لها بصورة مختلفة. طبعا ابغى انوه هنا طبعا دعم تمكين لكل القطاعات بدون استثناء، بس احنا الدعم يكون يتميز ويتركز في القطاعات اللي نحس فيها تكون قطاعات واعده، مثل القطاعات اللي ذكرتها من ساعه، وتكون فيها فكره مبتكره. فهذه الانواع من القطاعات بالطبيعي احنا نحاول ندعمها، لان هذه الشركات او المؤسسات في هالقطاعات نحس فيها نوع من الاستدامه. ومهم عندنا يعني الدعم يكون في يعني الاثر الاقتصادي اللي تحققه هاي الشركه ان احنا نقيسه
وهاي نوع من الانواع اللي يعني الاهتمام اللي عندنا اياه، يعني نشوف هاي الشركه شنو حققت من ناحيه الاستثمار، من ناحيه خلق فرص توظيف نوعيه، من ناحيه خلق فرص تدريبيه حتى ما بعد الدعم. اكيد طبعا، يعني احنا يعني دام كل شركه مثلا ندعمها نكون في عندنا فريق مختص بس يتابع لمده يعني اكثر من سنه، يعني بعض الشركات سنتين ثلاث اربع مثلا، نشوف الايرادات الشركه، نشوف شلون توسعت هاي الشركات بعد الدعم، عدد الموظفين لما احنا دعمناهم وبعد ما دعمناهم، عدد المتدربين، وهذه كلها اشياء ان احنا نركز عليها على اساس ان احنا يعني نقيس الاثر الاقتصادي من الدعم. بدايه الحلقه يمكن واحنا كنا نتكلم انا وحمد عن تقديمة حلقة اليوم، ذكرنا شيء وقلنا أن يمكن البحرين في دراسة صارت في أحد المواقع الأجنبية، الحمد لله البحرين كانت من يعني مو من أول، هي كانت احتلت المرتبة الأولى في دول الشرق الأوسط من ناحية اللي هو هي الأكثر جذبا للمغتربين و12 عالميا. هذا الشيء يخلق أعتقد كثير من المسؤولية علينا إحنا كجهات، إن كانت مؤسسات تدعم وجهات تمويلية، إن كانت كجهات فندقية، إن كان حتى على نطاق الاستثمار، ومعروف أن مملكة البحرين من أكثر الدول خلينا نقول جذباً للاستثمارات الخارجية، ونلاحظ هذا الشيء في كثير من الفنادق اليوم، المنتجعات، الأفكار اللي ذكرناها قبل شوي، يعني حتى في دراسة يمكن عدد الزوار أو السياح قفز من 9 مليون صار 11 مليون، فهذه الأشياء سارة كون ان احنا في ذي المجال المتجدد دائما. شو المسؤوليه اللي تصير عليكم انتم كقطاع، وخلينا نقول تحديدا كفندق، في مواجهه هذه الاشياء المتزايده والحلوه اللي قاعده تصير في البحرين؟ طبعا بدايه تطوير الموظفين دائما دائما نواكب سوق العمل، نشوف شنو اللي قاعد يصير حوالينا، ما نكون منغلقين، وخصوصا أكثر شيء يأثر على الاقتصاد أو بشكل مباشر اللي هو السياحة، فدائماً تدريب الموظفين بشكل دائم، تطويرهم، خلق فرص لهم، دعمهم. مجال الفندقي مجال بحر وايد واسع، ما في يعني سقف للسلم الوظيفي، إذا في في هاي القسم في قسم ثاني، والبحريني يعني طبيعته طموح ويحب يتعلم ويحب يعني دائما يحب يكون مواكب للي قاعد يصير، يعني ما تشوفين انه يكون دائما جامد في مكانه ولا ما يبي يتحرك ما يبي يسوي شيء، يشوف انه في عائد، يعني لو ما في عائد مباشر او غير مباشر كان ما يعني ما بالنفسه، يعني احنا عندنا موظفين من نفسهم يبون يتعلمون يبون، بس في منافسه ساره صح؟ طبعا يعني اكيد هذه المجال صار حيوي خاصه مع الفنادق الجديده، كل فندق قاعد يعطي عروض صح اللي جذب الكثير من صح السياح، وكانوا صامدين هم ما شاء الله يعني عراق اي وشركه محليه يعني وفندق يعني لا عليه غبار، يعني الحمد لله رب العالمين صار لنا سنين في هاي المجال، والاسم يعني بحريني محفوظ بحريني، يعني احنا نتميز بان احنا يمكن اسم بحريني صح كون نفسه بنفسه من صح الاساس من الاصل، يعني الموظفين الى الحين الحمد لله رب العالمين قمنا نتوسع ونروح الى دول أخرى. يعني عندنا صار فرع في دبي، بس يعني احنا يمكن الستاند الون يعني تشين اللي تكون نفسه باسم بحريني، فهذا شيء وايد نعتز فيه. هذا معناته اللي قاله يمكن الاستاذ خالد ان موضوع الابتكار والافكار دائما متجدده عندكم طبعًا في الفندق، يمكن يعني لو تموا على نفس الفكر من البدايه والناس تطورت اكيد ما راح يكون موجود اصلا، فاكيد الافكار الجديده رقيه، يعني في كل مجال دائما الافكار الجديده هي اللي تعطي استمرارية. وغير كذي أنا أتوقع ويعني كثير يمكن حتى من الناس اللي حتى يتابعونا الحين أيضا ممكن يتفقون معانا، اليوم صار كل فندق يستغل المرافق اللي عنده وشلون ممكن أن هو يحولها إلى وجهة، وإحنا المستفيدين اللي عندهم شواطئ قاعدين يستفيدون من الواجهة البحرية، اللي عنده مثلا حتى رياضة وجم صوبك حمد الموضوع الحين يعني أكا مساء ما شاء الله يقول لي يعني كان يتمرن طالما التمرين استاذ خالد وقال على نفس الموضوع، فايام قبل لما بدينا نتمرن كم جيم كان فيه قليلين، التنافسيه كبيره صارت يعني
شتى المجالات يعني في كل شيء الحين حتى صحيح. الشباب الصغار يعني توهم بادين مشروعهم بروحهم، سووا لهم جيم وسووا لهم مشروع كبير، واكيد من 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 يعني دعمكم اكيد في النهايه خدمات كثيره يعني. حتى في فتره الجائحه مثلا استضاف الفندق يعني اللي هو فتره العزل يعني حق اللي كانوا يعني حالات العزل اللي كانت من دول اخرى يعني، فكانت بادره حلوه بعد يعني، يعني مهما نتعرض الى يعني خلينا نقول ظروف نقدر احنا ستيل السياحه نقدر ان احنا نستقطبها او ان احنا يعني نحولها الى شيء ايجابي يعني. ساره توصي فيها تستحق ان شاء الله. يعطيكم العافيه. اكيد حبيت اشكركم اليوم على تواجدكم، وصلنا للنهايه اليوم. كلمه اخيره خالد، استضافه شكرا لكم ولتلفزيون البحرين. شكرا جزيلا على الاستضافه. أكيد شكرا أستاذ خالد البيات المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في تمكين، شكرا لك على وجودك. وأكيد أستاذة سارة عبد الحميد أخصائية الموارد البشرية فندق الخليج، والأخت مروة محمد محاسبة إدارية بفندق الخليج، شكرا لكم وإن شاء الله كل التوفيق يا رب. أجمعين إن شاء الله موفقين، وإن شاء الله دائما نسمع عن البحرين إنجازات كثيرة في هذا المجال ما دام عندنا هذه الكوادر البحرينية وهذه الطاقات الشبابية التي لا يستهان فيها بإذن الله إن شاء الله. وأيضا شكرا لكم. انهي أعطيكم العافية مشاهدينا، ووصلنا وياكم إلى ختام حلقة اليوم. موعدنا إن شاء الله باكر معاكم في حلقة جديدة وموضوع جديد بمشيئة الرحمن في نفس الوقت الساعة 9:30 ل 10:30 مساء. في أمان الله، مع السلامة.